تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام. ها نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم مشاهدينا الكرام لدينا وقفة مع الأخبار العالمية، وسنكرس معظم الوقت للمحور الرئيس والذي يتلخص بالشكوى المقدمة للقضاء من قبل اللاعبين والمدربين في الدوري العراقي بخصوص قضية التعاقدات والديون المترتبة على الأندية العراقية. يا ترى من هو المسبب الرئيس بهذه الإخفاقة التي باتت تهدد كيان تلك الأندية؟ من المسؤول أيضا عن رفع قيمة اللاعب إلى أرقام مهولة قياسا بما تمتلك الأندية من ميزانيات خاوية؟ هذا المحور وقضايا أخرى متعلقة بالأمر سنطرحها من خلال فقرات البرنامج، وأيضا مع ضيفنا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. الآن مع محور حلقتنا لهذا اليوم، وهو موضوع في غاية الأهمية يتعلق بلعبة كرة القدم العراقية، خصوصا وإنه ينطوي على العلاقة التي تربط إدارات الأندية باللاعبين والمدربين. فقد هزت مؤخرا زوبعة خطيرة في الوسط الرياضي، تم الكشف من خلالها النقاب عن سيل من الديون وصلت إلى أكثر من 2 مليار دينار بذمة الأندية العراقية، تعود بالتأكيد للمدربين واللاعبين. وعند التمعن بالأمر يعني نجد الموضوع ليس عاديا بل خطيرا، لأن هنالك يعني أندية عريقة وأخرى فتية مشمولة بالأمر، بمعنى متشابهة بأسلوب إداراتها الذي يفتقد للاحترافية، بحيث يعني تكون كل الأندية القديمة والحديثة متهمة بالمحاكم ومطلوبة أموالا كثيرة. وهنا تظهر التساؤلات المنطقية طبعا، من هو المسبب الرئيس بهذه الإخفاقة الخطيرة التي باتت تهدد كيان تلك الأندية؟ ومن المسؤول عن رفع قيمة اللاعب إلى أرقام مهولة قياسا مع ما تمتلك الأندية من ميزانيات خاوية؟ طيب، إذا كان النادي غير قادر على تسديد مستحقات لاعبيه ومدربيه، فلماذا إذن يتعاقد معهم بهذه المبالغ العالية؟ مثل هكذا قضايا مشاهدينا الكرام بالشأن الرياضي، لابد أن يصل الحوار أخيرا بين الأطراف إلى طريق مسدود، بعد أن عجز أولئك المدربين واللاعبين بتسوية أمورهم مع إدارات الأندية التي مثلوها، لتنتهي الكثير من هذه القصص عند القضاء والمحاكم التي قد تنصف وتعطي حقوقهم بعد أن أبخستها تلك الأندية. متواصلون معكم مشاهدينا الكرام بخصوص قضية التعاقدات والديون المترتبة على الأندية العراقية. قام المدربون واللاعبون المتضررون وعلى حد قولهم بتوكيل محامي مصري لاسترجاع حقوقهم المهدورة بالمحاكم، خصوصا بعدما رأى عدد منهم أن العمل الإداري في الأندية فيه الكثير من السذاجة والتخبط وعدم التنظيم بالشكل السليم والصحيح. دعونا مشاهدينا الكرام نتابع آراء أهل الشأن حول هذا الأمر. خصوص الشكاوى المقدمة من قبل المدربين واللاعبين على بعض الهيئات الإدارية، أعتقد أن الكثير من الهيئات الإدارية خصوصا في العراق تفتقد إلى المهنية والاحترافية في التعامل مع المدربين واللاعبين. من غير المعقول تبقى الإدارات بأن تتعاقد مع المدرب أو اللاعب بدون إعطاء حقوقه، وحقيقة
اللي حدث معايا يعني كان ما حدث في اي بقعه في العالم، بين الهيئه الاداريه لنادي الديوانيه تتعاقد يعني معايا قبل الدوري وتفسخ العقد قبل من طرف واحد طبعا قبل 4 أيام من بدء الدوري. يمكن هذا التصرف يفتقد الى مهنيه وحتى يعني الادبيات بدون الجلوس مع المدرب. موضوع اللاعبين اللي يطلبون مبالغ ماليه على الانديه الموجوده حاليا، يعني تعرف احنا يعني موجود المحامي المصري اللي وكلناه على الامور الماديه اللي هو تكفل بها، وقدمنا كل الاوراق اللي عندنا والاثباتات والشغلات اللي طلبها من عندنا المحامي. فنتمنى انه هذا الموضوع ينحل باسرع وقت، تعرف لان هي استحقاقات وامور ماديه. فاتمنى من الانديه انه جزء من الاصلاح اللي يطالبون به انه يسددون هاي المبالغ اللي بذمتهم للاعبين، لان تعرف هاي مبالغ مستحقه للاعبين من فتره طويله. ويعني اتمنى الموضوع انه ينحل باسرع وقت ممكن ان شاء الله. إذن متواصلون مع محور حلقتنا لهذا اليوم والمخصص عن العلاقة التي تربط إدارات الأندية باللاعبين والمدربين، والتي يعني تبدأ دائما بصراحة بصورة ودودة وسرعان ما تتحول فيما بعد إلى القضاء. القسم الرياضي أعد لنا هذا التقرير الذي يسلط الضوء على جوانب أوسع للموضوع، نتابع ولنا عودة. من أين نبدأ الحكاية؟ دائما ما تكون البدايات جميلة، يسودها الحب والوئام، والحياة تبدو وردية للطرفين في أي موضوع كان. لكن سرعان ما تؤول القصة إلى منعطف خطير يزعزع صفو العلاقة، بل ويوصلها للقضاء أحيانا. وهنا لم يكتفي الطرفان بالطلاق والانفصال لتبدأ مرحلة التراشق بالاتهامات، وهذا ما حصل بين بعض الأندية من جهة وبعض المدربين واللاعبين من جهة أخرى. كان على الأندية أن ما تضع نفسها بهذا المأزق من خلال عقود وتعاقدات ويا لاعبين ومدربين بمبالغ خيالية، وهي بوضع لا يسمح بهكذا تعاقدات، فضلاً عن المماطلة بتسديد والهدر المبالغ للأموال. بعض الأندية ما نعرف وين تروح أموالها وهي الآن مديونة للاعبين، هاي غير عشرات اللاعبين اللي ما رفعوا دعاوى قضائية. أسئلة تبحث عن إجابات دقيقة، وربما ينعتنا البعض بالواهمين من خلال استبداد إدارات الأندية برأيها الذي جعلها تتخبط باستمرار لتضع نفسها في خانة الاتهام، على خلفية توكيل المدربين واللاعبين للمحامي المصري الذي تمكن من كسب القضية ليجعل تلك الأندية مطلوبة بمبلغ يمول رياضتنا لعام كامل ولجميع الألعاب، متناسية بذات الوقت أن اللاعب والمدرب لم يجدا لهما مهنة سوى مزاولة كرة القدم التي يعيلان من خلالها عائلتيهما التي تنتظر بصيص أمل لاسترجاع حقها، ليكون شعارهما عندما توجهوا للقضاء هو آخر الدواء الكي. أعتقد بشكل شخصي أن الأندية إذا كانت مستوفية للحقوق، مستوفية للشروط عفواً، ومسددة لحقوق اللاعبين والمدربين، فعليها الدفاع عن نفسها في المحاكم، مثل ما اشتكى اللاعبون في المحاكم على الأندية أن تدافع عن نفسها في المحاكم، وهي الآن أمام مفترق طرق، أما تكون أو لا تكون، لأن الأمر هذا يهدد شخصيتهم الآسيوية بمنح الرخص. أندية عريقة وأخرى فتية، لكنها متشابهة بطريقة إدارتها لعملها الذي يفتقد للاحترافية بكل أصولها، ليصل بها الحال أن تكون متهمة من قبل القضاء ومطلوبة بأموال كثيرة لم تجد نفعا من تراكمها. فالبعض يرى أن العمل الإداري لم يكن سهلا لهذه الدرجة من السذاجة التي تجعل النادي مطلوبا للقضاء جراء تخبط وعدم تنظيم العمل بصورة صحيحة. وهنا بات ملحا أن تهم جميع الأندية بالدخول في دورات الإدارة الصحيحة التي تصل بها إلى بر الأمان.
متواصلون بمحورنا لهذا اليوم الذي سنناقش من خلاله موضوع الديون المترتبة بذمة الأندية العائدة للمدربين واللاعبين، لا سيما بعد أن أثارها قبيل أيام المحامي عمار المصري الذي وكله جميع أولئك المعنيين بالقضية على أمل أن يعيد لهم حقوقهم المسلوبة. سنناقش ذلك مع حارس المرمى الدولي السابق جليل زيدان، مدرب حراس مرمى فريق الزوراء حاليا، والذي يعني ينضم معنا عبر الهاتف من العاصمة بغداد. أهلا وسهلا بك كابتن جليل، سعداء لانضمامك معنا. اهلا وسهلا بك، تحياتي لك والى جمهورك الكريم استاذ بداع، اتمنى لك التوفيق لك وكادر البرنامج المميز. بدءا كابتن جليل، محورنا معك سيكون على شقين، الاول ما يخص قضيتك، الثاني بشكل عام. انت تعلم يعني برزت مشكلة الديون التي بذمة الأندية العائدة للمدربين واللاعبين، وأنت أحد أولئك الذين لهم حقوق مسلوبة، وحتى أنك يعني تطلب مبلغا على ما يبدو أنه يعني كبير للغاية. كيف تصف لنا هذه المشكلة ولماذا تفاقمت؟ الحقيقة بالبداية طبعا تحياتنا لجميع الأخوة اللي عملنا معهم في الفترة الماضية واللي تربطنا بهم علاقات طيبة وجميلة جدا، لكن هذا العمل شيء والاحترافية شيء ثاني. بالنسبة لي شخصيا، أنا لمدة أكثر من منذ تعاقدي مع نادي أربيل كانت هنالك يعني التزامات مالية كبيرة في الفترة اللي كنت معها، لكن الموسم الأخير اللي قضيت معهم لم يكن هناك التزام، يعني صبرت فترة ما يقارب السنة أكثر من سنة تقريبا، وكنت أبادر في الاتصالات معهم في سبيل حل هذه المشكلة، لكن لم تكن هناك إدارة صارفية لهذا الموضوع بحجة أنهم لا يتوفر لديهم السبيل المالية. حتى اتفقت معهم يعني في أكثر من مرة لتسهيل المهمة في أن يعني يعملون المبلغ على شكل شهرية، يعني رواتب شهرية شديد حل القضية، لكن للأسف لم هناك أحد يستجيب لهذا الأمر. ففي وقت يعني عملت شكوى ولية الاتحاد في نزاتيون لاعبية الاتحاد العراقي لكرة القدم، ولا زالت القضية لحد الآن نائمة، يعني العريضة اللي قدمتها أو الشكوى اللي قدمتها لنزاتيون اللاعبي لم تحرك ساكناً وذلك بحد هذه اللحظة لا أعرف الأسباب، لكنها موجودة قبل فترة قبل أيام شفتها الشكوى موجودة وبالتاريخ المحدد. حقيقة ذهبت إلى أربيل في أكثر من مرة في سبيل حل هذا الموضوع، ولكن للأسف الشديد انجبرت أن أعيد استحقاقاتي المالية التي بذمت هذه أربيل عن طريق الشكوى في الاتحاد الأسيوي، وهذا ما عملت عليه في الفترة الأخيرة. لذلك أعتقد أنه المسؤولية تقع على إدارة نادي أربيل لعدم إيفائها في تسديد ديون جميع اللاعبين، وليس أنا، خلنا لك أسماء كبيرة ومبالغ كبيرة جدا، كابتن أيوب والفائز وسعد الأمير والصلاح والكثيرين، نتمنى أن نحصل على حقوقنا، واللي تعرف هذه هي أرزاقنا وأرزاق عوائلنا، وهي ليس من نية من أحد، نحن عملنا واجتهدنا وحقوقنا يجب أن نأخذها في أسرع وقت ممكن إن شاء الله. كابتن جليل، إحصائيا متى بالضبط ترتبت يعني هذه الديون لك في ذمة نادي أربيل وكيف تراكمت؟ يعني هل هي لفترات طويلة أم هي لموسم واحد؟ لأن وعلى ما يبدو أن لديك مستحقات يعني بذمتهم هي كبيرة جدا، تصل إلى 113 مليون دينار. نعم، لا أنا طبعا المبالغ اللي أطلبها على نادي أربيل هي الموسم الأخير، موسم 2014 فقط، موسم 2014 وليس لمواسم التالي، عكس بعض اللاعبين والكابتن أيوب أيضا والوي صلاح وعلي فاز، هنالك يعني مبالغ متراكمة لعدة مواسم، لكني فقط أطلبهم في الموسم الأخير
اللي هو هذا المبلغ اللي ذكرته حضرتك اللي هو 113,750,000 دينار بالضبط يعني. لذلك أنا أطلبهم فقط الموسم الأخير، المواسم اللي قبلها لم تكن هناك أي مبالغ في ذمتهم، وهذا كله موثق طبعا عن طريق وجود نسخة من العقد اللي بعثته إلى المحامي المصري اللي عن طريقه قدم الشكوى للاتحاد الآسيوي. وإن شاء الله سوف تحسن، يجب أن يحسن، يجب أن يحسن هذه الاستحقاقات لنا. ولا نريد، ليس الهدف من هذه الشكوى هي أذية أحد أو نادي أو مدرب أو أي شخص آخر، بالعكس نحن نتمنى أن تحل هذه الأمور. وحتى كانت في الفترات السابقة كنا يعني كانت في نيتنا أن نحل القضية بالتراضي وممكن أن نسهل بعض الأمور، لكن شفنا عدم الإصرار وعدم الاستجابة وعدم الاستهانة بالموضوع، هذا ما أجبرنا على أن هذه حتى لو فاتحونا في هذه الفترة سوف لن نتنازل عن ثلثا واحدا بسبب تصرفاتهم اللي كانت معانا. الآن يعني أتحدث بخصوص زملائك الرياضيين الذين يعانون يعني من نفس المشكلة. قوائم كثيرة أنت تعلم طالت أغلب الأندية، وجمع غفير من المدربين واللاعبين ومشاكل مالية جمة. من المسؤول الأول بهذه القضية؟ المسؤول هو الذي يتعاقد مع، ما يعرف اليوم واحد لازم يعرف إيش قد عنده فلوس يا أستاذ بلال. يعني خلينا نكون صريحين أكثر واقعين ونكون عاميين بالكلام. يعني يا أخي أنت ما مجبور اليوم أنت يعني تشتري لك قاطب $500 وأنت رايح بجيبك $100، ما مجبور يا عزيزي. أنت اليوم لازم تعرف ميزانيتك وعلى ضوءها يجب أن تكون أنت المسؤول عن هذه الأمور، وبالتأكيد إدارات الأندية هي من تتحمل هذه المسؤولية. ما ذنب اللاعبين، ما ذنب المدربين. أنت اليوم جبتني أشتغل معك، يعني اشتغلت خلاص وطيب استحقاق يا عزيزي. لذلك على إدارات الأندية هي من تتحمل، ويجب أن تكون هنالك يعني أكيد سوف تكون هناك تبعات لو تطلب الأمر إلى الوصول إلى النزاهة، حتى في النزاهة. وإلا أكو بعض الأندية عندهم الاستحقاقات المالية، استلموا المبالغ لكن لم يوفوا بعهودهم، لذلك عليهم أن يتحملون المسؤولية وتزيد كل المبالغ اللي في ذمتهم. طيب كابتن، بعد كل ما طرحته حضرتك، هل استجابت الأندية لقرار القضاء وما يعني حققه المحامي المصري من كسب لدعاويكم، أم أنها لا زالت تغرق في سباتها من ناحية تسديد ما بذمتها للمطالبين بمستحقاتهم؟ أستاذ بلال، إحنا من أول يوم قدمنا الشكوى طبعا المحامي المصري تجارب عديدة مع هذا الموضوع، وقال من البداية قال راح يماطلون، لا تتفاجئون إذا تأخرت الأمور، لأن هاي الأندية راح تماطل إلى آخر نطل. ولكن أولا وأخيرا سوف تدفع المبالغ التي في ذمتهم أولا وأخيرا. لذلك المبالغ سوف تسدد أولا وأخيرا، وإلا العقوبات في انتظارهم، وهذا ما لا، وهذا اللي ما نتقبله حقيقة. من نتمنى ما نوصل إلى هاي المرحلة. كابتن جليل، يعني أعرفك حق المعرفة ولنا تاريخ يعني معا ليس بالقصير، أرجو الإجابة بصراحة مطلقة، لماذا وصل حال أنديتنا لما هي عليه الآن يعني من هذه الفوضى والمشاكل؟ من المسؤول عن ذلك؟ طبعا اليوم الأندية تتكون من إدارات، والإدارة هي جزء مهم وكبير. اليوم ما له ذنب المدرب، ما له ذنب اللاعب المدرب يدرب، اللاعب أدوات. فأعتقد أنا أحمل أغلب وليس الجميع، أغلب إدارات الأندية للوصول إلى ما هو عليه. وإلا كيف ماذا تفسر وأنت كثير من الأندية وحتى الجماهيرية منها وهي لا تمتلك ملعباً مثالياً لإقامة عليه المباريات، أو ملعباً مثالياً لإقامة عليه التدريبات،
والا ما ذنب الفئات العمريه التي وذنب القاعده، خلينا نقول ما ذنب القاعده اللي كثير الانديه فقط بس بالاسم ما يشوف اليوم اللاعبين الشباب ياخذون مجال مصاحب مثل ما كنا سابقا. وين اللاعبين؟ وين دوري الشباب؟ وين دوري الناشئين؟ وين المدربين الجيدين اللي يعملوا مع هذه القاعده اللي هي تخرج لنا وترحل لنا كثير من اللاعبين الجيدين؟ من يتحمل مسؤوليته هذه؟ لازم تكون هنالك متابعه، ويجب ان تكون هنالك ادارات رياضيه بمعنى الكلمه، والا وهي ليست تجاره اليوم. الادارات ليست تجاره ان استفاد فقط، لا اخي، انت جاي في خدمه هذا المنصب، في خدمه هذا المكان، وعليك تقديم كل خبراتك وكل ما تمتلك في سبيل دعم الرياضه النادي اللي اولا واخيرا تكون هي فائدتها للمنتخبات الوطنيه. لكن للاسف الشديد اليوم احنا نشوف الادارات الانديه والقادم أسوأ سوف يكون في ظل وجود كثير من الناس اللي ما يستحقون ان يتواجدون في هذه الاماكن، هذا في حقيقه الامر. طيب كابتن جليل، دعني اعزز سؤالي السابق، لكن يعني من زاويه اخرى، يا ترى أين يكمن الخلل اليوم؟ باللاعب والمدرب أم بإدارة النادي؟ يعني إزاء عملية الاتفاق والتعاقد بين الطرفين، المعروف للجميع بأن يعني التعاقد شريعة المتعاقدين. هذا مسألة طبيعية. اليوم تقعد، اليوم من يقعد؟ أنا واحد من الناس اليوم أقعد، عندي عقد أقراضياً، اقرا فقراته، اللي تعجبني تعجبني واللي ما تعجبني اغيرها. ما تعتمد على ثقافه اليوم كثير من اللاعبين وحتى كثير من المدربين، يعني يجون همهم الوحيد ايش قد تعطيني، وهاي يوقع وما يدرك فقرات يمكن راح تكسر ظهره بعدين، ما تعرف يمكن يحق لك وترجع لك. انا بالنسبه لي شخصيا كل فقرات العقد شخصيا كل فقرات العقد هي من جانبي، قرات العقد زين ووافقت عليه بكل ارادتي، لكن ثقافات لاعبينا اليوم للأسف الشديد منعدمة كثيرا إلى أبعد الحدود. لا يهم، ما يعرفوني، أحيانا يوقع كل لاعبين يوقعون 6 سنوات 4 سنوات 5 سنوات وما يدرون بروحهم، والله ما يقرأ العقيد، وربما حتى ما يعرفون يقرون كثير من بعض اللاعبين، وهذه البصيلة الكبرى. كابتن جليل، تقبل خالص شكري وتقديري، كلمة أخيرة. طبعا شكرا لك أستاذ بلال، اللي حقيقة اللي مشتاق لك جدا وسعيد بلقائي وتواجدي معاكم حقيقة من خلال الاتصال اللي وضحنا به بعض الأمور. أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى للكرة العراقية أن تنهض من هذا المرض الخبيث الذي نحن فيه. شكرا جزيلا لكم، تحياتي. مشاهدينا، كان معنا عبر الهاتف من العاصمة بغداد الكابتن جليل زيدان، الحارس الدولي السابق ومدرب حراس مرمى فريق الزوراء حاليا. شكرا جزيلا لانضمامه معنا. والآن سنتجول مع أروقة الصحف الرياضية المحلية لمعرفة ما كتبه الزملاء في مقالاتهم الرياضية من وجهة نظرهم، والتي تناولوا فيها أيضا ما يخص محور حلقتنا لهذا اليوم. سنتابع ذلك من خلال فقرة القلم الرياضي، خليكم ويانا. كتب الزميل طه قمر في صحيفة الصباح مقالا بعنوان أندية مطلوبة، جاء فيه: الواقع شيء والأمنيات شيء آخر، فبدلا من أن تصل أنديتنا لما تصبو إليه إزاء ولوجها عالم الاحتراف، راحت تخطط على هواها وليس كما ينبغي لها لتصل بذلك إلى حافة الانهيار. بعد أن أقام جمع كبير من اللاعبين والمدربين بتوكيل المحامي عمار المصري الذي نجح في كسب القضايا ضد 19 ناديا، مطالبا تلك الأندية بدفع أكثر من 2 مليار دينار عراقي كعقود لهؤلاء الرياضيين الذين لم يمتهنوا سوى هذه المهنة التي يعيلون منها عوائلهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم أجمع. وكتب الزميل قاسم حسون الدراجي في صحيفة المشرق مقالا بعنوان أندية الذهب تحلم بملعب، جاء فيه: قديما قالوا إن الجمل يحمل ذهبا ويأكل شوكا، والأمثال تضرب ولا تقاس. وعند أهلنا في الجنوب مثل شائع أو قصة طريفة عن شمهولة التي تلطم مع الكبار وتأكل مع الصغار،
وبين الجمل وشمهودة يقف لاعبو الأندية النفطية، ولسان حالهم يقول اللي يدري يدري، فهم يلعبون في أغنى وزارة بالعراق وربما بالعالم، لكون النفط العراقي من أرقى وأكثر أنواع النفط، وإن آخر برميل نفط في الكون سيخرج من آبار العراق، صيت الغنى ولا صيت الفقر، ولكنهم لم يحصلوا من هذه الآبار ولا على برميل واحد أو حتى جليكان باللهجة العامية، لتتعرض الأندية النفطية إلى أزمة مالية حادة خلال الموسم الحالي. دائما ما تكون النتيجة النهائية لواقع رياضتنا بأن نصحى على كابوس مفجع، فللأسف هذا حال رياضتنا وكرة القدم على وجه الخصوص، هي خلاصة للتقاطعات والأزمات والتخبط والعمل العشوائي وسوء التنظيم، لتنتهي الأمور كما في كل مرة عند المحاكم. ونقول هنا للإدارات الرياضية، الكثير منكم يعلم كيف وصل إلى هذه المكانة التي تشير كل الدلائل بأنكم لا تستحقونها، وتعلمون أيضا بأن هنالك الكثير والكثير لا يستطيعون ولا يمكن أصلا الوصول إلى هذه المواقع رغم كفاءاتهم العالية. لذلك وعلى ضوء هذه المعطيات بأنكم الوحيدين في الساحة، بات ملحا أن تهم جميع الأندية بالدخول في دورات الإدارات الصحيحة والسليمة التي تصل بها وبرياضتنا إلى بر الأمان. على الموعد نلتقي بإذن الله. هذه تحياتي، بلال بداع، مع السلامة.